وأنا أعيش مع زوجتي 30 سنة 40 سنة، حتى أحيانا الشيبة 60 سنة هذا يعيش مع زوجته يطلق زوجته. عجيبة القضية. لأجل ماذا؟ لأجل موقف عادي، لأجل كلمة 10 سنوات نسيتها. في الخير والشر كانت معك. هي الزوجة نفس الشيء، خلاص قال لي كلمة جرح مشاعري. عجيب، رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت تجرح مشاعره. كم سبوه، كم سبوا أباه، كم سبوا آباءه، كم سبوا عمه. فقط السب؟ لا، إذا عملي يا أخي ضرب في الشارع، رسول الله يضرب في الشارع، يضرب ضربا عاديا خلاص ينتهي، لا ضرب إهانة، يداس، يداس تحت الأقدام. اقرأوا تاريخ أبي سفيان، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قضية شخصية خلاص نسيتها، أنا تناسيتها. وأنا عيشتي مع زوجتي، مع صديقي، صديق قديم من أيام طفولتي، خلاص لا. والبعض طبعا يتبجح كأنه فخر، وسمعتم وأنا سمعت، وتعرفون وأنا أعرف أشخاص يتبجحون أصلا بهذا الشيء. هذا اقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول كريم، من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم الكرم. الكرم مصدر الحلم، الكرم مصدر الجود، الكرم مصدر الشجاعة، الكرم مصدر حتى الابتسامة، الكرم مصدر العفو، الكرم مصدر الغض. هذا رسولنا صلى الله عليه وآله، نفتخر به، نحتفل بمولده الشريف. عظيم. جانب نصف القضية هذا. النصف الثاني الاقتداء به. خب، هذا الشخص الذي في داخله القوة الغضبية شديدة ماذا يفعل؟ ذاك الذي يأكل الفلفل يأكل شيء آخر أو يشرب شيء آخر مصلح للآثار السلبية للفلفل. هذا الذي في داخله فلفل ماذا يأكل؟ لا، هذا يحتاج إلى أكلة فكرية، يحتاج إلى تثقيف. أذكر لكم آيتين في القرآن الكريم. إذا اشتد غضب الإنسان ليفكر في هاتين الآيتين. الآية القرآنية الأخرى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جدا عظيمة، جدا جدا مؤثرة. في شدة غضبك، الغضب لنفسك طبعا، عندما سبك شخص في الشارع أمام الناس، أهانك أمام أصدقائك، فكر في هذه الآية. وليعفو، ليعفو أمر طبعا، لام الأمر هذا تعرفون، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا أخي أنت تخطع مع الله، مع خالقك، وتتوقع أن الله عز وجل يغفر، أن يعفو. وإذا أخطأ الشخص معك الخطأ عادي، هذا ربط جدا رائع. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت تخطأ مع الله وتحب أن الله عز وجل يغفر لك، أنت أيضا يغفر للناس. هذا لو كنت محقا أصلا، وفي كثير من الأحيان أنا لست محقا أصلا، أنا سببته هو أيضا سبني، هذا طبيعي. أنا غلظت الكلام مع زوجتي، هي أيضا تغلظ الكلام معي، أصلا أنا لست محقا في هذا التصرف، كان من حقها أن تعتدي علي، أنا اعتديت عليها، وهكذا العكس. هي قالت لي 1000 كلمة، أنا رددت كلماتها بكلمة. تغضب، لماذا تغضبين؟ أصلا أنت في هذا الجانب، في هذه القضية لست محقة أصلا. لو كنت محقا، لو كنت أنت محقا،
تصرف كان خطأ من ذلك الشخص. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية، هذه الآية أيضا عظيمة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تعلمون هذه الكلمة تعظيم للأجر. أحيانا الله عز وجل يذكر الأجر، يذكر الثواب، ثواب عظيم. أحيانا يقول هذا العمل أجره على الله، يعني أجر عظيم جدا. اعفو، فمن عفا، الآية الأولى ما هي؟ وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية الثانية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.